जिसके इल्म का लोहा मानता जमाना है, जिसके इल्म का लोहा जिसके इल्म का लोहा मानता जमाना है। औज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। قم الليل إلا قليلا نصفه ومن قسمه قليلا زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشية الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا نقالا وجحيما وطعاما ذا غصة يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال قصيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منبدر بلقان وعده مقبولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن توصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. السلام عليكم.